وهذا السيليكون هذا لالا فاش كيبقى في الشعر ديالك كيطيح لك الشعر ديالك، يعني كيسدك المسام، ما كيخليش الشعر ديالك يبقى يتنفس صافي، ما كيبقاش يتنفس، شعرك تيولي فيه القشره وتيولي يطيح بزاف. وخا تغسليه، المصيبه هي انه وخا كتغسليه ما كيحيدش، كيبقى يتراكم يتراكم يتراكم. ونزيدك فاش انت كتجي كديري وصفه طبيعيه كتقولي ما عطاتنيش النتيجه، ولكن انت ما عارفاش باللي هذا السيليكون هذا ما غادي راه صافي راه ساد لك المسام دراسك. هاد لي برودوي هذا وكما شفتوا انا راه ما عنديش بزاف، يعني استعملت بزاف بزاف، ولكن الخلاصه اللي خرجت بها فهما هادو لي شامبوان، هادو هما لي برودوي كلهم اللي خرجت بهم. هذه هي الخلاصه اللي جيت نشاركها معاك هذا النهار، وهذا ركزي لي عليه بزاف. اللي باغا تربي الشعر ديالها، اللي عندها الشعر متضرر شري هذا، راهم دايرين فيه زيرو سيليكون. انا غادي نقلب، انا نحطكم تصويره باش تكون واضحه. وكما تتشوفوا اللون ديالو شين كيتزيد لك الشعر، كيبدا بنادم يشوف فيك كيقول واش هادي ما دوشتش، واش كيبدا الزيت الزيت كيبان لك الزيت بانك الشعر ديالك مزيت بزاف. وانتم كتعرفوا هذا المظهر مني كيكون الشعر مزيت، فانا شخصيا ما كنحملوش، لانك يعني كيعطي واحد النظره بانك بحال اللي ما مدوشاش الشعر ديالك وتيولي داك الشعر. اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا ضاحكين ناشطين كيف العاده بصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ديالي تنبغي نشكركم بزاف 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 على التعليقات الايجابيه ديالكم، صراحه هادشي تيحفزني. ونبغي نقول لكم حتى اللي عندها شي تساؤل ولا شي حاجه الماكياج، ولا بغى يعني بغيت ندير لكم شي نشارك معكم المنتجات ديالي، يمكن لكم يكفي انكم تخليوا لي تعليق، وانا غادي نوجد يعني بشويه بشويه لي فيديو على حسب التعليقات. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كما تتشوفوا هادو خديتهم من صفرة صراحه واعرين، شتو كي تيجي واخا ما يكونوش عندك. المهم انا راه عندي ثلاثه اصلا، عندي ثلاثه، ولكن هذا راه كديريه يعني غير زايد، هذا الثالث كديريه هنايا كما تتشوفوا. الصراحه اكسسوارات ديال الودنين صراحه واعرين، خديتهم من صفيره صراحه زوينين، شتو كي دايرين، داكشي عندهم واعر. هادو راه عندي باقي واحد هذا عاد حيدته، وهذا خديته بوحدو، يعني هذا خديته الودن كامله، وهانتوما شتو كما شتو هاد اللعيبه هادي. فاللي ما كتكونش تقبل ودنين ديالها كلهم فهادو كيجيو صراحه واعرين. المهم هاد الثلاثه هادو اصلا راه عندي، ولكن هادي وهادي راهم هما تيتشريهم تتحطهم بحال هكا. شوفوا المنيدر ديالهم صراحه واعر، هادي راه حتى هي تنشاركها معكم، راه يلا حيدتها صراحه واعرين. شتو كي كيجيو، نقرب لكم باش تشوفوا، صراحه تيجيو فنين 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 واعرين. وداكشي عندهم صراحه رخيص رخيص وزوين، عندهم دي زاكسيسوار اللي واعرين صراحه صراحه حبيتو حمقوني. المهم غادي نبداو الفيديو ديالنا، ما نطولش عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كنظن واقيلا غادي يكون حصريا في القناه ديالي، واحد الموضوع اللي غادي نهضر عليه اللي صراحه ما شفتش بزاف يعني بزاف القنوات تطرقوا ليه، فانا غادي نطرق ليه هذا النهار هذا. وغادي يعني غادي نشارك معكم بزاف ديال البنات كيسولوني على يعني على الشعر، على منتجات الشعر، فانا غادي فانا جبت لكم موجده لكم السله باش غادي نبدا نهضر لكم شويه على شويه بشويه. المهم ان اول منتج اللي غادي نهضر لكم عليه اللي صراحه هو منتج واعر زوين بزاف، وانا غادي نقول لكم علاش. فانا استعملت في حياتي كامله بزاف ديال لي شامبوان، فالفيديو غادي نهضروا على الشعر، واستعملت الغالي والرخيص، والاستنتاج ديالي اللي وصلت ليه هو هادو. المهم غادي نبدا لكم اول شامبوان اللي كنستعمل انايا، فعندنا هنايا بانتين. انا غادي نقول لكم علاش بانتين. كاين جوج انواع، كاين هاد النوع هذا اللي تيكون شامبوان ومرطب، هما دايرين فيه الشامبو كونديسيونادور زائد التراتامينتو، يعني دايرينها بالاسبانيه بالعربي غادي تلقاو، غتلقاو الشامبوان والكريمه كتكون فيه، يعني فاش كتغسلي الشعر ديالك فكتغسليه مره واحده بالكريمه وبالشامبوان، ما كتحتاجيش انك تستعملي جوج ديال يعني تغسلي شعرك بالشامبوان ومن بعد دوزي الكريمه. وغادي ندوز لكم لواحد يعني لهذا الصراحه واعر واعر واعر، غادي تشكروني عليه، وانا غادي نقول لكم علاش واعر. شوفوا هذا البانتين هذا كي داير، داير بحال قلتي بحال الماء، يعني واعر زوين بزاف. علاش غادي نقول لكم واعر؟ واعر هما دايرين فيه هنايا سيرو زيرو ديال ما فيش سيليكون،
ما فيش الملونات، ما فيش اسيتس مينيراليس، يعني ما فيش الزيوت المعدنيه، ما فيش هذا الشيء كله. هاد البلاتي نقرب لكم باش تشوفوا، باش تعرفوا شنو غادي تشريو. ما عرفتش واش كيبان، حتى الا ما كانش كيبان غادي نحط لكم واحد التصويره ديال البرودوي، وغادي نحطها لكم هنايا الفوق باش غادي تشوفوها. فاذا علاش قلت لكم هذا الصراحه واعر. وبالنسبه للبنات اللي باغا تربي الشعر ديالها من عمق، باغا تعطيه تغذيه، فانا غادي نقول لكم علاش واعر. هذا زيرو سيليكون، كما تتعرفوا قلبوا في جوجل، ديري اضرار السيليكون على الشعر. السيليكون على الشعر تقريبا كاع لي شامبوان تيكون فيهم السيليكون، يعني الاغلبيه ديالهم. هاد السيليكون هذا مضر 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 بزاف. علاش؟ حيت واخا كنغسلوه من الشعر ديالنا ما تيحيدش، واخا تغسليه ما تيحيدش، تيبقى لاصق في الشعر. شنو تيوقع مع هاد السيليكون؟ هاد السيليكون تيشد وتيغطي لك، يعني ديك المسام ديال الشعر تيشدهم وتيسدهم. فانتيش كيوقع، كيبدا يطيح لك الشعر. حتى انا وقعت لي، اولا كتجيك القشره بزاف. اول حاجه بدا كيطيح لي الشعر بزاف. كنقول انا فاش كنت كنستعمل عيني شامبوانات واحد اخرين، كنقول انا ياك ما فيا شي مرض. من بعد كنمشي كندير تحاليل، ما كنلقى فيه حتى شي مرض. واش فيا فقر الدم؟ واش فيا الكبده؟ واش المهم كتبقاي تسائل ياك ما فيا شي مرض، حيت كيطيح لك الشعر بواحد يعني الكثافه، واحد يعني الشعر كيطيح لك بزاف بزاف. فاللي استنتجت واللي قال لي الدكتور بان خصك تجتنبي الشامبوانات اللي تيكون فيهم السيليكون. يعني هذا الحمد لله رخيص في السوق، ما غاليش بزاف. هذا خديته 5 أورو 50 درهم، يعني ما غاليش بزاف، تقدري تاخديه ما كيسواش 1000 درهم. وما فيش سيليكون، فردي البال لهاد القضيه ودير بحال هكا. انا قلت لكم وهاد السيليكون هذا لالا، فاش كيبقى لك في الشعر ديالك كيطيح لك الشعر ديالك، يعني كيسد ديك المسام، ما كيخليش الشعر ديالك يبقى يتنفس. صافي ما كيبقاش يتنفس، شعرك تيولي فيه القشره وتيولي يطيح بزاف. واخا تغسليه، المصيبه هي انه واخا كتغسليه ما كيحيدش، كيبقى يتراكم يتراكم يتراكم. ونزيدك، فاش انت كتجي كديري وصفه طبيعيه كتقولي ما عطاتنيش النتيجه، ولكن انت ما عارفاش باللي هذا السيليكون هذا ما غادي، راه صافي راه سد لك المسام دراسك، ما غيوصلوك زيوت، ما غيوصلوك كريمات، ما غيوصلوك وصفات طبيعيه، ما غادي توصلك حتى شي حاجه. حيت هاد السيليكون هذا صافي راه سد المسام، يعني ما كيخليش الشعر نهائيا يتنفس. فلهذا كنصحكم بهاد الشامبوان هذا، صراحه واعر اللي باغا تربي الشعر ديالها. بما انني غادي نحط لكم عاوتاني فيديو واحد اخر من تحت هذا الفيديو هذا ديال، بما انني دابا راه كنربي الشعر ديالي، كندير الوصفات الطبيعيه، كنحاول نهتم به. ما كيهمش البنات واش شعرك طويل ولا شعرك قصير، المهم هو انه يكون الشعر قوي قوي قوي. حيت في بعض الاحيان كتلقاي الشعر، انا وقعت لي يعني عندي الشعر طويل ولكن تيبان غير صغيبه، يعني الشعر عندي خفيف، فكنقول ما عندي ما ندير به، كنقطعو كيقوى، كنبدا نعالجو من الاول. ولكن فاش كنبدا نعالجو كنحاول انني ما نطيحش في نفس المشكل، انني نعتني به من عمق، انني نختار لي برودوي يكونوا زوينين ومزيانين. وها نتوما كتشوفوا هذا البرودوي هذا، هذا الشامبوان هذا في متناول الجميع، الصراحه واعر. هذا كنصحك به انك تستعمليه، خصوصا لو كنتي كتستعملي وصفات طبيعيه، وحتى الشعر تيخليه واعر زوين من داكشي. ما نعاودش لكم، غادي ندوز لكم لواحد البرودوي اللي صراحه معجبنيش معجبنيش معجبنيش، فانا كنستعمله ولكن معجبنيش، باش نعطيكم يعني نعطيكم وبقى لي غير شويه فاش غادي تسالى بطبيعه الحال ما كنستعملوش. هذا الشامبوان ديال إلسيف صراحه كيخلي الشعر مزيت. فقط عرفوا حنا كنبغيو نبدلو ستيل، مره كندير الشعر بوكلي، مره كنبغي الشعر ليسيه. فهذا لو كنتي باغا تشعري يعني تليسي الشعر، كضربي يومين بالبروشين كيتزيد لك الشعر، كيبدا بنادم يشوف فيك كيقول واش هذه ما دوشتش، واش كيبدا الزيت الزيت كيبان لك الزيت بانك الشعر ديالك مزيت بزاف. وانتم كتعرفوا هذا المظهر مني كيكون الشعر مزيت، فانا شخصيا ما كنحملوش، لانك يعني كيعطي واحد النظره بانك بحال اللي ما مدوشاش الشعر ديالك، وتيولي داك الشعر ميدم. فهذا ما ننصحكمش به، بعكس ان اللي باغا تبوكلي الشعر ديالها، باغا دير الشعر بوكلاش، فهذا ايه ننصحك به. واعر الشعر بوكلي، تعطي واحد لمعه الشعر بوكلي، وتيساعدك في تسريح الشعر بوكلي.
كما تنعرفوا ان الشعر بوكلي صعيب 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 بزاف، صعيب تمشيط. فانا اصلا عندي شعر بوكلي، فالشعر بوكلي مصيبه، صعيب تمشطيه، صعيب بزاف الحوايج فاش كتمشطيه كيبدا يطيح وهذا. فهذا صراحه زوين للشعر بوكلي، ولكن الا بغيتي تليسي راه ما غاديش ديري. مع العلم البنات ان دابا هذا حاليا ما كنستعملوش، كنستعمل غير هذا اللي قدكم ما فيهش السيليكون، لانني دابا راني في مرحله العنايه بالشعر وتربيه الشعر وكندير له وصفات طبيعيه. غادي ندوز لك لواحد عاوتاني واحد البرودوي اللي صراحه واعر واعر، خصوصا غادي نهضر على العاملات، على البنات المدرسه، على البنات، المهم اللي ما عندهاش الوقت، واخا حتى المراه اللي كتكون في دارها ولكن ما عندهاش الوقت ربما بزاف ديال الاشغال. غادي ننصحك بهذا الشامبوان ديال جليس، صراحه واعر كما تتشوفوا، هو مازال جديد. فانا كملت القرعه الاولى، كملتها الصراحه زوين بزاف. هما دايرين فيه كيراتين، فيه كيراتين سيروم، يعني كيراتين سيروم. كاين الشامبوان هو هذا، هذا فاش كتغسلي به الشعر ديالك فكتخرجي بحال راكي خارجه من شي صالون، بحال راكي مشيتي شي صالون غالي. هذا بروفيسيونيل. عندي صاحبتي الكوافوره كتخدم في واحد واحد الصالون مشهور، وكنقول ليها شنو كتستعملوا في دي برودوي، كانت كتقول لي استعملي جليس، راه حنا كنستعملوا هذه ماركه مشهوره في يعني في عند الكوافورات وداك الشيء، راه كتستعمل هذه. وهذه البنات لا ماسكاريه كما تتشوفوا فيها البروتين، حتى هي الجليس ها نتوما هما بجوج تيمشيو مع بعضياتهم. هذه لا ماسكاريه ديال الجليس كما تتشوفوا فيها بروتينات والكاريتي، زبده الكاريتين. نتوما كتعرفوا باللي زبده الكاريتي الصراحه زبده واعره، تترد الشعر زوين بزاف، تتعتني به. فهذا الصراحه واعر، وردوا البال انهم كاتبين 96% ناتورال اوريخين، يعني 96% ان البرودويات البرودوي المنتجات اللي فيه راهم طبيعيين. هذا الا ما عندكش الوقت انك ديري الوصفات الطبيعيه، فهذا انا دائما يعني انا دائما من هذا المنبر غادي نشجعك وغادي نقول لك ديما استعملي وصفات طبيعيه دائما. ولكن بحكم الظروف الحياه في بعض الاحيان ما عندكش الوقت باش تستعملي الوصفات الطبيعيه، وانتم كتعرفوا الوصفات الطبيعيه كيبغيو الوقت، خصك تخليها بزاف 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 في الشعر ديالك. فاذا غادي ننصحك بهذا، كتدخلي كدوشي الشعر ديالك بهذا هو الاول. هذا كيصلح لجميع انواع الشعر، شعر بوكلي، شعر باغا ترطبي الشعر، كلشي كلشي صراحه بروفيسيونيل، شي حاجه واعره. كتغسلي الشعر ديالك، كديري جوج كوشات ثلاثه كوشات، كتغسلي الشعر ديالك مزيان. من بعد كديري هاد الماسكاريه، هاد الماسكاريه كتخليها ما بين جوج حتى ثلاثه دقائق حتى ربعه دقائق. من بعد كتغسلي الشعر ديالك وتيخرج لك الشعر ديالك يا سلام تيحمق، وغادي تشكريني عليها. هاد لي برودوي هذا، وكما شفتوا انا راه ما عنديش بزاف، يعني استعملت بزاف بزاف، ولكن الخلاصه اللي خرجت بها فهما هادو لي شامبوان، هادو هما لي برودوي كلهم اللي خرجت بهم. هذه هي الخلاصه اللي جيت نشاركها معاك هذا النهار، وهذا ركزي لي عليه بزاف. اللي باغا تربي الشعر ديالها، اللي عندها الشعر متضرر تشري هذا، راهم دايرين فيه زيرو سيليكون. انا غادي نقلب، انا نحط لكم التصويره باش تكون واضحه. وكما تتشوفوا اللون ديالو راه داير بحال الماء، بعكس هذا انه اللون ديالو ابيض، يعني فيه الملونات. في نظركم كيفاش رجع هذا الشامبوان ابيض، وكيفاش رجع هذا الشامبوان خضر، وكيفاش رجع هذا الشامبوان زرق، حيت فيه الملونات. فهذا كما تتشوفوا معايا داير بحال الماء، داير هانتوما بحال شي كريمه، ما فيه حتى شي ملون كما تتشوفوا معايا. وصلنا لنهايه الفيديو، تنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. وبطبيعه الحال اللي عندها شي تساؤل، اللي بغات نشارك معكم شي حاجه، يعني شي حاجه من المنتجات ديالي، فيكفي انكم تخليوا لي تعليق هنا. شكرا لكم، الى الفيديو الجاي.